كنضل النصفيات ديال كاس العالم المنطقه الافريقيه كتبقى ان كومبيتيسيون افريكان اللي هي مغايره لكاس العالم. كنظن على انه كذلك هي غتكون مسابه مقابله استعداديه لكاس افريقيا بالكوت ديفوار, لان غادي يكون عندها اهداف مختلفه, اهداف انه نشوفوا العناصر والجاهزه, نحاولوا نلقاو التوازن ديال الفريق, الخطوط اللي كاينه, اللاعبين اللي واجدين, وكذلك نعطيو حظ لبعض اللاعبين اللي يمكن نعتمدوا عليهم في المسابقه القاريه. يعني كاين اهداف ليا باينه واضحه انه خصنا نربحوا 6 نقاط في المقابلات اللي غتاهلنا لكاس العالم, وكذلك اننا نوجدوا لا كومبيتيسيون بروشين اللي هي لا كوب دافريك. لا كوب دافريك كتبقى واحد الكومبيتيسيون اللي ديفيرونت سبيسيال. كنظن انه المنتخب الوطني المغربي منذ مده طويله لم يحقق واحد النتيجه اللي هي كتليق بالمنظومه الكرويه المغربيه, اليوم صبحت رائده على المستوى العالمي. كنظن اننا خصنا اليوم حل الوقت من بعد النتيجه الايجابيه اللي تحققت في كاس العالم, اننا اليوم نتربعوا على عرش الكره الافريقيه, وخصوصا في منافسه من هذا المستوى هذا الحجم. كنظن انه اليوم خصنا نكونوا حذرين في لو شوا جوور, ونعتمدوا على العناصر اللي جاهزه واللي كتعرف تلعب في افريقيا, واللي كتعرف شنو هي المسابقه الافريقيه. اليوم المنتخب الوطني كنظن انه تم من ناحيه التقنيه ومن ناحيه التكتيكيه فهو ما غاديش يلعبوا بنفس الاسلوب ديال كاس العالم, لانه ماشي من القيمه ديال المنتخبات اللي غنلعبوا ضدها, فهي عندها طبيعه اخرى, عندها متطلبات اخرى, لا من ناحيه الذهنيه ولا من ناحيه البدنيه ولا من ناحيه التقنيه ولا من ناحيه التكتيكيه, وكذلك حتى من ناحيه لاتيتيود ديال لي جوور بوندون لي ماتش. كنظن انه اليوم بانوا لنا كاينين اللاعبين, كنعرفوا ان المنتخب كيعترف بحاجه واحده هو النتيجه في الوقت الراهن, وهو انه اللاعب الجاهز في الوقت الراهن اللي غيمكن يعطي للمنتخب ووصل المنتخب للاهداف ديالو. اليوم الحمد لله عندنا لاعبين كبار, عندنا لاعبين كثار, عندنا الحمد لله المنتخب الف اللي هو منتخب من الطراز الرافعي, عندنا كذلك لاعبين محليين اللي هما كذلك تيبلوا البلاء الحزن سواء في البطوله الوطنيه او في المنتخب المحلي اللي توج مؤخرا بعده القاب على المستوى القاري, عندنا المنتخب الاولمبي كذلك اللي سال بطل افريقيا وتأهل الأولمبيات باريس 2024, واللي كيضم عناصر اللي هي متميزه بان كتبي البال احسن على المستوى الاوروبي في الانديه ديالها. كنظن انه وليد الركراكي عنده واحد المساحه ديال الاختيار اللي هي كبيره, غير خصو يكون دقيق, كنعرفوا لانه عنده الدقه باش ياخذ اللاعب الجاهز ويكون واحد المجموعه اللي قاده على انها تقارع المنتخبات الكبيره على المستوى القاري. كنظن انه اليوم كيبان لي انه خط الدفاع خصوصا غانم سايس اللي كتعتبر من احسن اللاعبين في دفاع المنتخب الوطني في حاله الاصابه كما وقع في كاس العالم, ان ناخذ واحد البروفيل ولا جوج اللي يكونوا فعلا يقدروا يعطيونا ذاك التوازن وديك الثقه. كنظن ذلك في خط الوسط خصنا نوجدوا ان بروفيل في غياب اللاعب نور الدين المرابط اللي فعلا كيعطي واحد التوازن للمنتخب الوطني لا من الناحيه الدفاعيه ولا من الناحيه الهجوميه. خصنا نوجدوا ان بروفيل اللي يكون حتى هو قريب من سفيان المرابط. كنظن انه خصنا كذلك نشوفوا غياب اليوم, عندنا غياب لاعب بوفال, لاعب زياش واجد 100% ولا لا, كذلك خصنا نشوفوا ديزيلي اللي يكونوا كذلك عندهم مقومات من هذا المستوى, عندهم مهارات فرديه اللي هي مهمه, عندهم لاعب هجومي اللي هو كيناسب لو ستاتيو ديال ليكيب ناسيونال, لاعبين اللي كيحتسوا الفرق, لاعبين اللي قدموا بداو بهم مقابلات ونسالوا بهم مقابلات من هذا الطراز هذا. كنظن انه اليوم من ناحيه ديال خط الدفاع كنعطيو الفرصه للمدافع حركس. كنظن على انه خصو يدخل يشوف الاجواء ديال المنتخب الوطني, يعيش مع اللاعبين ديال المنتخب الوطني, يعرف المسؤوليه وشنو يمكن يعيشوا في هذاك لو نيفو ديال ليكيب ناسيونال. يقدر نحاولوا نعطيه واحد الفرصه, مهما ان عندنا ياميق, عندنا داري, عندنا غانم سايس, عندنا عبد الحميد اللي كيمارس واحد النيفو هو كبير, ولكن يمكننا نشوفوا هاد اللاعبين هادو اللي تعطات فرصه لعطيه الله والعملود وكذلك جبران. كنشوف كذلك اللاعب العزوزي ديال المنتخب الاولمبي اللي قدر كذلك يعوض وينشط الوسط الدفاعي ديال المنتخب الوطني. كنظن انه نقدروا نديروا فيه الثقه ونعطيوه التجربه ونعطيه واحد الفتره ديال يتقرب من المنتخب الوطني, ياخذ الحظ ديالو, لا شونس ديالو. كنظن كذلك كاين لاعبين مجربين اللي كيعرفوا المسابقات الافريقيه واللي كيمارسوا في دوريات خليجيه
كنظن انهم اللي كيعرفوا الطبيعه ديال انهم يلعبوا في اجواء كاجواء ديال افريقيا، لان كنعرفوا كاين ليميديتي كاين الحراره كاين بزاف ديال المسائل، وكنظن انهم ابانوا على علو الكعب ديالهم، وكنظن انهم اليوم كتعتبروا من اللاعبين اللي كما كنقولوا باللغه الكرويه انهم هازين الفرق ديالهم، لانهم هما لاعبين اللي كيساهموا في تحقيق النتائج وفي قلب المقابلات ديال الفرق ديالهم. نهضروا على سفيان الرحيمي، نهضروا على مراد باتنا، ما نساوش ذلك كذلك كاين لاعب قلب الهجوم اللي يمكن خصنا نعطيو الفرصه ديالو حال الوقت، لاعب اللي بذل مجهود كبير باش يوصل للمستوى اللي هو فيه اليوم، كنظن انه لازم انه يتكافئ اللي هو اللاعب محمد البولديني.